أهلا وسهلا في متابعة قناة مكتبة. في هذا المشهد الجديد من مدينة الطاء البيضاء، تشرفت معنا متابعة قناة مكتبة. بداية تسلقها مطاية إلى شوارع العاصمة الاقتصادية كازا البيضاء منتصف الليل، تشرفت معنا متابعة قناة مكتبة أن أجواء مطاية كثيفة الطاء البيضاء اليوم. الشيء يتسبب لتلف الفضائح البنية التحتية في مدة الحياة السكنية، والشيء يتسبب فيضانات الناس، يتسبب أن تدخل لهم بعض المنازل ديالهم في بعض الأحيان. كذلك المتابع كان شفت به إعجاز لبيان عدة أنواع من الفضائح البنية التحتية، منهم الحفر والشوارع التي تهب إلى بئر مائية. دائما تتبع كنشوف تبي وحنا في هذا المباشر هذا، نبغيو ننبهو الناس خاصة السائقين والسائقين المهنيين أنهم انتبهوا أثناء السياقة، حيت كيفكم عارفوا أن من فضائح من سلبيات أمطار هي أنها تتسبب في العديد من الحوادث السيئة بسبب حجم الرؤية، وكذلك بسبب انزلاقات اللي تقدر توقع تثبتو على زوج تبي. هاد العشية هادي على قناتكم قناة الشاحنة اللي انزلقات في الطريق ودخلات في واحد اللوحة شهادية، لأن في هاد الحادث هذا مكانوش خسائر بشرية لكن كانو خسائر مادية على مستوى الشاحنة، وكذلك على مستوى اللوحة الإشهارية. دائما تتبع قناة شوف تافي المزيد من المحيط والحضارة أثناء السياحة. تثبت معنا تتبع قناة شوف تيفي تساقطات مطاية بدأت ترتفع شوارع كازا بعد منتصف الليل. تعرفوا أن أجواء مطرية عفتها مدينة الدار البيضاء صباح اليوم. دائما تتبع قناة شوف تيفي، نتمنى من الله أن تكون أمطار الخير والرحمة والبركة إن شاء الله. إذا تتبعي قناة شوف تيفي إلى هنا، أكون وصلنا للنهاية المباشرة، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.